السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاين. اليوم نهضروا على آدم والناس بعد ما حطمه هذا المشرف بطريقة خبيثة وذكية جدا. هقولوا لك مؤمن لا يهدر عليه ولا نقولوا منه، ولا هذا اللي في اليوتيوب هذو يهضروا عليه، ولا في الفيسبوك يهضروا عليه، ما يهضروش عليه خاطش ما يتلقاوش اوامر باش يهضروا. كي يقولوا مسكتوا على لعاب يسكتوا كاع، حتى انت المواطن تنسى ذاك اللعاب اللي كاين لعاب يسموه ادم والناس. واو لا بيهضروا على راشد غزال، لولا راشد غزال وبالراح وكيسموه احمد طوبه الكاميرون كانت تربحنا 2-0 بهدفين نظيفين امام هذا المدرب، يعني اللي عنده سوابق في اقصاءات. راه جيبوها من قطر وراحوا من اسيا، كيما واحد قال لي دا كاس اسيا، قلت له دا كاس اتاي في اسيا، عطاوها كاس اتاي. مستقبل غامض لادم والناس مع ليل الفرنسي، وين اصبح مستقبل الدولي الجزائري ادم الوناس غامضا داخل ناديه ليل الفرنسي رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2024. وارتبط اسم الناس مؤخرا بالرحيل الى احد الانديه الخليجيه، والذي يرغب في تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين بامكانهم تقديم الاضافه اللازمه على غرار الفريق السد القطري. واعاد موقع لو 11 تقرير تحدث فيه عن مستقبل اللعاب الخضر مع نادي ليل بعد فشله في تثبيت اقدامه مع الفريق وتراجع مستواه من الناحيه البدنيه وزياده يعني وكذلك عدم الثقه بقدرته على من جانب النادي الفرنسي بسبب كثره الاصابات، مشير الى ان هذا الاخير لا يمانع في رحيله هذا الصيف. حنايا ادم والناس قال لك كثره الاصابات وعطال، لا ما كاش كثرة إصابات، عطال بيت ديه بايرن ميونيخ، وآدم الوناس يلعب في الخليج. شو كيفاش آدم الوناس وين الوكالة اللي جاية في باري اللي دايرينها ناس من المنتخب الوطني دايرينها في باري، وكالة تاع لي ماناجير، ويبغاو يدوه لمارسي وما بغالهمش وراح الليل. فماك حقدوا عليه، فماك حقدوا عليه خاطش كاين ناس وين يتحكموا شواكره في ليكيب ناسيونال من بعيد، يتحكموا بالتليكوموند. هذه هي باش يكون على بالكم. وتطرق التقرير الموقع الفرنسي للوجهه المقبله لادم الوناس الذي بات قريب من مغادره ليل صوب يعني كان والو. انا هدرت مع كان قال لك مع كان قال لك هذا حضر الناس هي تهضر فيها كان والو، قال لك مازال مع ليل. يعني صوب الدوريات العربيه في ظل وجود عروض على طاولته من انديه سعوديه وقطريه، كما يجري حديث قوي في الايام الماضيه عن قرب اتفاقه مع نادي السد الذي يصر على يعني على انتقالات الصيفيه الحاليه. ويذكر انه الناس انضم الى فريق ليل في صيف 2022 قادما من نادي نابولي الايطالي مقابل صفقه قدرت قيمتها بحوالي 7 ملايين يورو، بعدما شاهدت مسيرته العديد من الانتقالات على سبيل الاعاره باتجاه انديه مثل كارتوني وكالياري الايطاليين ونيس الفرنسي. ومنذ وصوله الى نادي شمال فرنسا لم يلعب سوى 24 مباراه مع ليل في موسم المنصرم، سجل فيها هدف وصنع 3 اهداف وقدم مستويات كبيره. خاطر ما تجيش تقول لي بلي ما قدمش، ادم الوناس قدم مستويات. هذه هي كان لي بزاف لعاب يلعب في ليل عنده اصابه تبليسه، بليسيتوه ماشي تبليسه، بليسيتوه وجوهكم عينيكم كالبارود. ادم الوناس شاد، ادم الوناس، ادم الوناس، ادم الوناس، بليسيتوه ما كانش لا يهدر عليه. قالوا له تعاود يولي، قعدوا نتوما قعدوا بالدرع تعاود يولي تهضروا على الرجال نتوما. مزيد هذا المشرف هذا تاعكم حطمه بطريقه غير مباشره، حطمه 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 خاطش على ما ماشي باغي، ماشي باغي، ماشي باغي وكاله تاع اللي جايه في باري.
عنده ماناجير تاعو، عنده باباه يعرفو له، باباه اونسيا جوار، اونسيا غارديا هنا في الوداد تاع استرالي، اونسيا جوار اونسيا غارديا يعرفو له، ما يجيش واحد يقصر عليه، تاجر يقصر عليه، ماناجير وحد اخر يجي يقصر عليه. حنا ما عندناش مدرب، عندنا ماناجير حنايا، ماناجير تاع الخليج. هادو ولاد الناس ردنا، وين هذا ادم الوناس؟ حنا كاع ما شبعناش، كاع ما شبعناش، هذا ادم الوناس حنا كاع ما شبعناش، كاع ما شبعناش. هاد اللعابه حنايا ادم الوناس رشيد غازال 5 سنين لاهيلي فيه زوج لعابه ولا 3 لعابه، ومن بعد يقول لك راهم يخربوا لي وديروا تربع غاديكا روحها. شوبير على بالك راهم داروا ماتش نيل، يا ودي روح هذوك مشي هذوك، هذي بطولة هذي، كنت نحكم أنايا حرمة ديني، ما نخلي واحد، واحد ما نخليه شي، كنت جا عندي شوية حكم، كان والو هو، بنيادم مستو دايرين بنيادم، والله العظيم. أنا نقولها لكم نعاود، هذا المدرب تاعكم والله وتجيبوا له البرازيل، تعطوه السنغال يدقدقها، شحال باقي؟ باقي 5 شهور، تعطوه السنغال من على 5 شهور يدقدق، ما يقولوش يعرفوا يلعبوا، من التالي كاع، أنا نقولها لكم. ولبوا مع العراق، روحوا لبوا مع العراق، روحوا أنا نقولكم روحوا روحوا لبوا مع العراق، روحوا قالكم العراق برك، وما قالك العراق برك، بقاتلكم موت اشربوا معاه. رديتو الشامبيون تاع قريبشة، انا نقولكم والله لو ولات الشامبيون تاع قريبشة معاكم نتوما، بالتالي كاع اللعبة كيما هادو نتايا لعبة عندك ادم الوناس غازال، كان عندك برناصر في الميليو تيرا، عندك فيغولي، عندك لاعبين، عندك محرز، عندك ماكاليفيتش ما خرجش في نقطة، وزدت رواد ماكاليفيتش كوب دي موند، بعد يجي المهار رانا باين نصنعو ايكيب، تا تصنع ايكيب، نتايا تصنع ايكيب، ومأمن روحك باين تصنع ايكيب، والله لا بصح مأمن روحك تصنع ايكيب، نتايا مشير تصنع ايكيب، تصنع ايكيب تاعك مهبول، راك مهبول ويتبعوا فيك هاد الهيصه، غادي يصنع لكم، غادي يصنع لكم 4 تاع لي زيكيب، تعقلوا عليها ملي كنتو ديروا لنا 4، غادي يصنع 4، ومع التاليه غادي تسيبوا مبولحي يلعب ناف، انا نقول غادي تجي وقت كنت تصبروا عليه من 3 عامين ولا تسيبوا مبولحي يلعب ناف، نقول لكم النظره تاعي انا وحدها، انا نقولها لكم. هاي اليوم هادو ونورمال عادي، يبو مع العراق، روحو العراق، روحو يبو مع، حضرو حضرو مع العراق، حضرو حضرو مع العراق، ساعدوني حضرو مع العراق، حضرو أنا نقولكم حضرو مع العراق، الفور أنا نقولها لكم، حضرو مع العراق، حضرو العراق قايم ليا هاي فور وكلش، والتالي كاع. راه عرفوني نعتذر خويا، خليك نعاود نعيط لك محمد، او نعيط لك خويا دروك، هادي هي ما صاوك ما صاوك ما صاوك، على بالك شخرجو دروك هم يحاربو في رايان شرقي باش ما يجيش، رايان شرقي خطفته فرنسا، وانتوما شنو ديرو بجوه الزر، وانتوما شنو ديرو؟ ما تنساوش اعطونا جيم
كومونتير وبارطاجونا لي فيديو واللي مشي ابوني ابوني معنا باش ديما معكم بجديد وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.